التنظيم الهيكلي الجديد للمدير العام للحماية المدنية يهدف إلى مواكبة التطور الذي عرفه البلاد مؤخرا من خلال استحداث مدن جديدة، مناطق صناعية متعددة، أيضا مناطق نشاطات. كل هذا كان لابد من إعادة النظر في الهيكلة التي ستمكننا من وضع استراتيجية حيز الخدمة التي تبنتها المدير العام للمدنية والتي تهدف إلى التقريب من المواطن، توفير أحسن وأرقى خدمة عمومية ممكنة، مرافقة أصحاب المشاريع. كل هذا يتطلب استراتيجية جديدة، يتطلب أيضا مواكبة كل هذا المستجدات التي عرفتها خاصة كل ربوع الوطن. وهذه الهيكلة تسمح لنا أيضا ببناء يعني استراتيجية قوية. ما ننسوش بالأخطار راهي متعددة، التقلبات المناخية تحدي جديد، لابد أيضا مواصلة المسار في مجال الرقمنة، في مجال التطوير. كل هذا كان لابد من استحداث هذه الهيكل الجديدة التي بدون شك سوف تساهم بفاعلية في مواكبة التطور الذي تعرفه البلاد خلال السنوات الماضية. تم تسخير 505 وحدة تدخلية على مستوى الولايات المعنية بالخطر الغابي، 65 ريت متنقل، وهما عبارة عن وحدات متخصصة في التدخل في حالة حرائق الغابات من جانب التعداد البشري وأيضا من جانب الإمكانيات المادية. أيضا 5 مفارز جهوية هذه السنة بعدما أعطت هذه المفارز نتائج جد إيجابية السنة الماضية، كان تعدادها 3 مفارز، الآن هذه السنة تم رفعها إلى 5 مفارز وهي في كل من ولاية شلف، بجاية، بستغانم وعنابة، لإعطاء الإضافة لخططنا التدخلية. وسائل الجوية أيضا معتبرة هذه السنة من خلال تخصيص إمكانيات الوحدة الجوية التابعة للمدير العام للحماية المدنية، وأيضا تم استئجار من شركة تصيدي 12 طائرة لخدمات حرائق بعدما كانت السنة الماضية 6 طائرات فقط تم استئجارها. زادت على ذلك الوسائل المعتبرة للجيش الوطني الشعبي متملكة في طائرات الحجم الكبير B200 وأيضا الحوامات. كل هذه الوسائل المادية يؤطرها ويعمل فيها أزيد من 20,000 عون من مختلف الرتب ذات تخصص في مجال تسيير وإدارة حرائق الغابات. زدنا على ذلك وبأمر من السيد المدير العام أيضا تم تدعيم الجهاز ب 3600 عون اللي تم يعني توظيفهم هذه السنة. كما يجب إشارة أيضا إلى في الاستراتيجية هذه السنة وعلى غرار السنوات الماضية الإشارة إلى مرافقة الفلاحين خلال عملية الحصاد من بدايتها في شهر أفريل الولاية الجنوبية إلى حد نهايتها في يعني الولاية الشمالية. هذا الجهاز الأمني يضمن سلامة خاصة المحصول الزراعي لمساهمة منا في ضمان الأمن الغذائي من خلال وضع جهاز تدخلي على مستوى المساحات خاصة الزراعية الكبرى ورفع درجة وعي الفلاحين في مجال يعني الوقاية وتكوينهم في استعمال وسائل التدخل الأولية. ما ننسوش أيضا إشارة إلى استعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في وضع خطة التدخل، استراتيجية تهدف إلى من خلال تحديد مؤشرات الخطورة، تحديد المناطق الأكثر عرضة لهذا الخطر، التقديم للمسؤولين على يعني في الوقت الآني لكل يعني المعلومات التي تسمح لهم اتخاذ القرار الصحيح في مجال تسيير وإدارة الكوارث. بفضل هذا النهج الاستباقي تسعى المدير العام للحماية المدنية من خلال كل هذا العمل الدؤوب من تقليل من العواقب محتملة مدمرة لحرائق الغابات، ناخذ من الاعتبار كل يعني الجوانب الأضرار البيئية الاجتماعية والاقتصادية منذ بدء يعني عملية الحراسة من أول جوانب لغاية اليوم. تقريبا كل الحرائق التي اندلعت تم إخمادها في وقت وجيز جدا بفضل استعمال هذه الخطط المتكاملة ما بين الوسائل الأرضية، وسائل الإنذار المبكر ووسائل الجوية. إذا قارنا يعني الخسائر المسجلة هذه السنة في نفس الفترة السنة الماضية، هذه السنة سجلنا يعني تقريبا 386 هكتار في مختلف التدخلات، يعني في حرائق يعني المحاصيل الزراعية، الغابات، الأدغال، الحشائش اليابسة. إذا قارناها عندنا تقريبا أكثر من 83% من نقص من المساحة المسجلة.
فيما يتعلق بموسم الاصطياف هذه السنه تم احصاء 455 شاطئ مسموح للسباحه على مستوى كل الولايات الساحليه. في هذا الاطار تم وضع جهاز امني مكون من اكثر من 10,000 عون سوف يسهرون على سلامه وامن المصطافين على مستوى الشواطئ ما بين موسميين ومحترفين مزودين بامكانيات معتبره تدخليه فرديه وجماعيه تهدف الى تقديم اداء نوعي على مستوى الشواطئ. تبقى ايضا مجهود تحسيس توعوي متواصل لحد الساعه في مختلف الشواطئ لنا للاسف الشديد الحاصله المسجله الى حد اليوم والتي تقدر ب 75 وفاه 53 منهم على مستوى الشواطئ الممنوعه. يبقى هنا مجهود اضافي لابد مواصلته في مجال تحسيس التوعيه ومن خلالكم نداء للمواطنين الكرام الالتزام بالنصائح التي تعطى التي تصب اساسا في سلامتهم وضمان سلامتهم. الشواطئ الممنوعه منعت لاسباب موضوعيه تمس سلامه وامن المصطفي. المسطحات المائيه كل سنه للاسف الشديد نلاحظ ايضا بعض المواطنين خاصه الاطفال الذين يتوفوا على مستوى المسطحات. لحد الساعه سجلنا 20 حاله وفاه. نفس الشيء هذه المسطحات المائيه ممنوع فيها السباحه وهي خطيره جدا. يعني نرجو المواطنين الكرام الالتزام بهذه النصائح التي تعطى لتصب في مصلحتهم.